السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي اعمل هايبر لينك يوصلني للصفحة ديت. تمام، طيب اول حاجة هعملها ان انا هظهر الهايبر لينك ديت لانها ممكن تكونش ظاهرة عندي. فاجي هنا في الويندوز واشوف الانتر اكتف، الاقي هايبر لينك هتظهر لي بالشكل ده. طيب انا عايز تخطيط مورد المؤسسة ده يبقى ليه رمز معين بحيث لما ادوس عليه اتجه ليه على طول. طيب هاجي هنا اعلم عليه التكست واجي هنا الهايبر لينك في الخطوط ديت واقول له نيو هايبر لينك ديستنيشنز ويقول لي اختار الاسم اللي انت عايزه، ده هيبقى التكست انشور، اقول له اوكي. تمام، طيب خلينا نطلع تاني مقالة تانية لنفس الشخص واقول له نيو واقول له اوكي. طيب لو انا بقى طلعت على الفهرس مثلا، في هنا فهرس، هنا معمول صورة معمول كله على الفوتوشوب، فممكن انا احط انا تكست او ان انا اكتبها. خلينا نفترض انها مش معمولة على الفوتوشوب. طيب هاجي هنا تكست وهقول له انا عايز مثلا اكتب كلمة معينة زي ما انت عايز، مثلا العنوان كله المقالة اللي اخترناها مثلا هسميها مثلا بالشكل دوت واغير اللون بتاعها. اللون فاتح بالشكل دوت اوكي. طيب هعمل عليه سيلكت واقول له انا عايز اعمل هايبر لينك هنا، وهاجي هو في العادي بيبقى يو ار ال بتحط اللينك هنا، اقول له لا انا عايز تكست انشور وابدا اختار من هنا اللي انا عايزه. ممكن اقول له مثلا تخطيط موارد المؤسسه او التكامل ما بين هندسه القمه والبيم، اي واحد فيهم، بحيث ان انا اول ما اقول له اوكي خلاص ده بقى لينك، اول ما يتحول لبي دي اف حد يدوس عليه اوتوماتيك يروح موديني على الصفحة اللي هناك جوه الصفحة. لو انت عايز بقى تعمل لينك من نوع اخر، في طبعا لينكات من نوع اخر، ولكن مثلا اعمل سيلكت دوت واكتب اعمل تكست جديد، ممكن مثلا تحط موقع بتاع جوجل مثلا نيو، تقول له هنا يو ار ال وتبدأ تكتب اللينك اللي انت عايزه. لو عايز تخليه فايل اول ما تدوس عليه يحمل ملف، يقدر يحمل ايميل، تكتب الايميل هنا البيجز صفحات، تقول له روح لصفحة 5 6، بس خلي بالك لو زودت اي صفحة هتلاقي الترتيب ده ضرب، فالافضل اللي هو تكست انشوف.